غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الحمد لله مستقبلا. مين معاك؟ معاك أبو مريم من أمريكا أستاذ راجل. أبو مريم؟ حضرتك ما تعرفنيش شخصيا يعني، بس احنا قلنا ناخد بركة ونتصل بيك يعني لو في إمكانية. ربنا يخليك، ده احنا ناخد بركة. ده من ادبك وسعة صدرك يا استاذ راضي. اولا حضرتك متخصص في موضوعات روحيه ولاهوت وتابع كنيسه العذراء وابو سفين عزبه النخل القاهره. كان عندي استفسار بسيط بس يا استاذ راضي لو تكرمت حضرتك. في كتاب ما هو مراد ظالما، متشكر على ادبك يعني قيمه الادب والاخلاق يعني. ده مثال كويس للراجل المتدين يعني. استاذ رادي، قرات كتاب مفتاح العهد الجديد يا استاذ رادي؟ مفتاح العهد الجديد. بتاع مين حضرتك؟ تعرف بتاع مين من الكاتب؟ طيب مفتاح العهد الجديد. لا، طيب ماشي. مفتاح العهد الجديد يا استاذ رادي بتاع البابا نفسه. البابا تعودرس ليه كتاب بيدرس في كليات اللاهوت، خاصة الكلية في البحيرة، كلية كريكية، اسمه مفتاح العهد الجديد. حضرتك نعم حضرتك الكتاب ممكن حتى تنزل على الانترنت مجانا يعني البي دي اف. لو حضرتك رجعت هو جزئين الكتاب، مفتاح العهد الجديد الجزء الاول والثاني، والكتاب بتوفر في كل مكان يعني. لو رجعت الصفحة 22 هتلاقي كلام البابا بيقول ايه. بيقول في صفحة 24 ان تاريخ ميلاد يسوع، ان تاريخ ميلاده 4 سنين قبل هذا الميلاد. بمعنى ايه؟ التاريخ الصح لميلاده 4 قبل الميلاد. الكلام اللي بيقوله البابا اكده اكتر من مرة في الكتاب صفحة 22، ونفس الكلام قاله في صفحة حضرتك رقم 55، ان ميلاد الرب يسوع بيقول كده 4 قبل ميلاد الرب يسوع المسيح الناصري في بيت لحم فلسطين. الكلام اللي قاله البابا تقدس نفس الكلام قاله الانبا رفايل، تسجيلات مراعاه على اليوتيوب. وكمان الانبا رفايل ليه تسجيل ثاني بيتكلم فيه على بيقول تاريخ الميلاد، التاريخ اساسا او اللي هو شهور الميلاد مش سنه ميلاديه اساسا، هي كانت موجوده قبل المسيحيه. وبيقول والدليل على ذلك ان الاسماء اللي موجوده فيها لا اما اسماء اباطره رومانيين لا اما اسماء الهه رومانيين مثل اغسطس وغيره يعني. اوجست يعني. الشاهد الان، طيب اذا كان تاريخ الميلاد يسوع غير معروف، الكلام ده بالنسبه كان في موجود على اليوتيوب كمان، كان على القناه الاولى في مصر، كان في مره بمناسبه اعياد الميلاد، وكان في بيناقشوا هذا الموضوع، وكان في نقاش من الكنيسه، ناس بتمثل الكنيسه المصريه وناس بتمثل الكنيسه الكاثوليكيه وناس بتمثل الكنيسه البروتستانتيه، والكل اتفق ان تاريخ ميلاد يسوع هذا تاريخ غير معروف، وان هذا التاريخ اساسا تاريخ ميلاد مترا، اللي هو مترا ده كان اله وثني قبل المسيحيه، وكان حضرتك بيؤمنوا به في روما، وكان اليوم المقدس بتاعه صنديه اللي هو يوم اليوم المقدس اللي كانوا بيعيدوا فيه او بيقدسوه، اليوم المقدس اللي هي الترجمه العربيه خطا اللي هو الاحد، لكن الترجمه الصحيحه ايه؟ صنديه يعني يوم الشمس، لان اساسا هي عباده الشمس اللي هو اساسا بيرجع تاريخ الميلاد للانقلاب الشمسي 24-25 ديسمبر. طيب الشاهد هنا، اذا كان تاريخ ميلاد يسوع غير معروف، لماذا الكنيسه اختارت تاريخ ميلاد وثني؟ حضرتك لو عملت بحث الان في الانترنت على جميع الالهه الوثنيه كلهم بلا استثناء من الالف الى الياء، هناك 16 اله وثني قبل يسوع كلهم نفس التاريخ، تاريخ ميلادهم هو 25 ديسمبر، هو اساسا عباده الشمس. Sun God مش the son of God، مش ابن الله، لا لاله الشمس زي عند المصريين اللي هو الاله راع وغيره يعني. فلماذا اختارت الكنيسه تاريخ وثني اذا كان تاريخ يسوع غير معروف؟ لماذا اختارت تاريخ وثني؟ تاريخ وثني. لو
حضرتك لكن في أس الموضوع، في أس الموضوع أساسا. لو حضرتك تحب الآن أجيب لك تسجيل الأنبر فقير سكرتير المجمع المقدس بقول اللي أنا بقوله لك، مش هو بس، تسجيل كمان من الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية والبروتستانتية بتقول نفس الكلام. هذا التاريخ أساسا تاريخ الآلهة الوثنية كلهم بلا استثناء، كلهم هيركليز أدنى كلهم 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 بلا استثناء، لأن ده أساسا هو عبادة الإله الشمس اللي هو الانقلاب الشمسي عندما يطول اليوم كان 24-25 ديسمبر. تاريخ ميلاد يسوع غير معروف يا أستاذ الكريم، مش معروف، هذه حقيقة. ولو كان معروف كان قال كان البابا نفسه سؤال تاريخ ميلاده، ما هوش عارف، البابا نفسه بيقول التاريخ 4 قبل هذا، قبل تاريخ الميلاد، لكن محدد امتى بالذات 4 سنين. كل اجمع انه ان الميلاد المسيح كان قبل الميلاد 4 سنين، نعم، لكن مش عارفين تاريخ الميلاد بالظبط امتى. وكمان الموضوع الموضوع ده استنتاج، يعني ما فيش دليل قطعيا على صحه هذا الكلام، العمليه عمليه اسامبشن في استنتاج. فليه نختار تمام، نعم كلام جميل، ليه نختار نفس تاريخ الاله الوثني؟ حضرتك لو تقرا في التاريخ حضرتك اللي فتح امريكا اسمه كريستوفر كولومبوس، كريستوفر كولومبوس كان بيمثل الكنيسه في اسبانيا. عندما ذهب هناك كان اللي موجودين هناك حضرتك اللي بيسموا النيتيف امريكان او الاسم الغلط اللي هم الهنود الحمر، النيتيف امريكان يعني اصحاب البلد الاساسيين هم اصل البلد، هؤلاء الناس كانوا وثنيين، كانوا وثنيين. كريستوفر كولومبوس بعت للكنيسه في اسبانيا قال له خلوهم كما هما، كل اللي هتعمله ما تهدم معابد ولا شيء، غير بس الاسم، احتفظ بكل اعيادهم وكل شيء. طب ليه المفروض ده عقيده وثنيه، ليه نحافظ على العقائد الوثنيه؟ بص حضرتك احنا مش بنحافظ على التقاليد الوثنيه، لكن احنا قايلين عندنا تراث ارثوذكسي مسلم من اباء الرسل الاولين. فين الكلام ده اذا كان حضرتك البابا نفسه بيعترف والانبا رفائيل بيعترف ان التاريخ ده غلط؟ فين الكلام حضرتك؟ فين؟ انت عارف يعني انت عارف حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده عند المسلمين، يعني بيقول لك ايه يعني عن فلان عن فلان عن فلان، الكلام ده عندكوش؟ الكلام ده فين؟ الكلام ده عندكم؟ فين الكلام ده عندكم؟ يعني انت لما تيجي تروي لي قصه معينه اللي هم بيسموها كمان التواتر، لما تيجي تروي لي قصه معينه تقول لي عن فلان عن فلان فلان الى ان تصل ليسوع. طيب انا عاوز اقول لحضرتك، انا عاوز اسال سؤال لحضرتك يعني. نعم. لما حضرتك انت استاذنا كبرنا يعني الخليقه انت اتخلقت. مش فاهم يعني ايه الخليقه؟ انا مش عارف الخليقه انت. انا مش عارف انت ربنا صنع الخليقه، ايه التاريخ بتاعها؟ ايه اللي دخل الموضوع ده في الموضوع اللي بنتكلم فيه ده؟ لا ما انا عاوز يعني الشاهد ما انا عاوز اوصل اي الشاهد ايه يعني ايه علاقه اللي احنا هل في سنه تعرف السنه اللي صنع فيها الخليقه؟ جميل جدا تعرف الشهر؟ احنا تعرف اليوم؟ ممتاز، يبقى في نفس الوقت احنا بيأكد لا اذا كان الخليقه اللي خلقها ربنا ايوه مش عارف لها الخليقه اللي خلقها ربنا عارف لها سنه ولا شهر ولا يوم صح؟ جميل اتفضل جميل اتفضل فصاحب الخليقه ذات نفسه ايوه صاحب الخليقه ايوه ده من البدء ما ليش يوم محدد لا. لكن الميلاد الجسدي جميل محدد جدا لان طبعا جميل اولا كان في الازمنه اللي فاتت ايوه لا كان في كمبيوتر ولا نت ولا حسابات ولا اي حاجه خالص جميل جدا كل حساباتهم ايوه كل حساباتهم ايوه مع شهور قمرية مع شهور شمسية. جميل يا استاذ رادي جميل. حضرتك انت الان ايوه انا فاهم. بص يا استاذ رادي لو سمحت بعد اذنك يعني اولا بشكرك على علمك وسع صدرك وكده، بس الكلام اللي انت بتقوله ما عليه علاقه بالعقيده واجيب لك دليل. انت حضرتك قارئ اكيد قارئ جيد في الكتاب المقدس لان انت راجل استاذ بتدرس هذا الموضوع في الكنيسه، انت حضرتك بتدرس موضوعات روحيه ولاهوت. حضرتك لو تراجع الكتاب المقدس حضرتك يعني انت قلت ان الاله نفسه ملوش تاريخ ميلاد وبتتكلم على التجسد، خليك معايا دقيقه واحده.
يسوع ارجع الى انجيل يوحنا الاصحاح 18 العدد 9 العدد 19 20 بيقول ايه؟ وسأل رئيس الكهنه يسوع عن تلاميذه وعن ايه تعليمه. حضرتك لو بتعرف يوناني ارجع للكلمه باللغه اليونانيه، الكلمه باللغه اليونانيه دداخي، وكلمه دداخي تعني عقيده، معتقد، اعتقاد، او الاعتقاد الذي علمه يسوع. عقيده، معتقد، اعتقاد، او الاعتقاد الذي علمه يسوع، وممكن تعني تعليم، تعليم العقيده بتاعته. ماذا كان رد يسوع؟ بسأل عقيده ايه؟ ايه العقيده اللي انت علمتها؟ ايه دينك؟ ايه تعليم الدين بتاعك؟ قال انا علمت العالم علانيه وفي الخفاء لم اتكلم بشيء. يعني كل شيء قاله في العلن، مفيش حاجه اسرار. ممتاز. يسوع يقول من فمك ادينك، يعني لابد الكلام يكون من فم يسوع شخصيا. يسوع يقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لابد يكون وصيه من وصايا يسوع نفسه. يسوع اخر شيء قاله قبل الصعود انجيل متى 28 19 علموهم جميع ما اوصيتكم به. لابد يكون وصيه اوصاها لنا واحنا نعلمهم الوصيه، فلا بد الكلام من كلام المسيح. بولس حتى بيأكد الكلام ده، بيقول ايه؟ انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح. لابد يكون حسب المسيح. بولس بيلخص الكلام ده في روميا 10 17 الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. عند حضرتك هنا الترجمه البولوسيه بتقول بامر من المسيح. عندك اكتر ترجمه انجليزيه مثلا على سبيل المثال ترجمه AMB through faith come by hearing and what is told and what is heard come by the preaching of the message that came from the lips of Christ the Messiah himself. بمعنى ان الايمان ياتي عن طريق السمع ما اخبر به، والسمع ياتي عن طريق التكريز ما بين قوسين او البشاره الرسالة الذي خرجت من شفايف المسيح يسوع المسيح نفسه. فانت بتكلمني على شيء مش موجود في الانجيل حضرتك، انت بتقول لي تجسد وناسوت ولاهوت والكلام ده. فين الكلام ده؟ من كلام المسيح. اين قال يسوع انا الله الظاهر في الجسد؟ اين قال انا ناسوت ولاهوت؟ اين قال انا بقول النصوص ديت او دي بقولها بناسوتي وبقول دي بلاهوتي، الاعمال دي بعملها بناسوت ودي لاهوت؟ الكلام ده فين؟ ده ايمانك الشخصي. ناسوت ولم يفرق، لاهوت لم يفرق، ناسوت واحده واحده. يا استاذ راضي انت بتقول ايمانك الكنائسي انت، لان انت بتؤمن بطبيعه واحده ومشيئه واحده وان اللاهوت لم يفرق الناسوت ولا طرفه عين واحده على راسي من فوق. فين الكلام ده؟ من كلام المسيح، الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. فانت حضرتك الان بتقول لي شيء مش موجود في الانجيل، عذر على موضوع الاله لبدايه. بتقول لي احنا بنتكلم عن جسد، جسد فين؟ ما فيش حاجه اسمها فين الجسد ده؟ فين؟ اين قال يسوع انا الله الظاهر في الجسد؟ اين قال يسوع انا ناسوت ولاهوت؟ اين قال يسوع انا في بعض الاحيان انسان وفي بعض الاحيان اله؟ هذا ايمانك، اهلا وسهلا بيك، لكن المرجعيه مش من الكتاب، المرجعيه من الكنيسه. فانت هنا انا بسالك سؤال انا بستر الكتاب المقدس. اتفضل حضرتك، اين قال يسوع انا الله الظاهر في الجسد؟ اتفضل، اين قال انا ناسوت لاهوت؟ فين؟ طالما انا دستوري كمان الكتاب. ليه؟ لان الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. اين قال المسيح انا الله في الجسد؟ اين قال المسيح انا ناسوت لاهوت؟ مش موجود. ليه نستخدم الفاظ مش موجوده؟ ليه التعبيرات بتاع الكنائس نستخدمها؟ طب انا صدقك ولا صدق الكنيسه الكاثوليكيه انه له طبيعتين وله مشيئتين؟ ليه اصدق مين؟ ودي مش موجود ودي مش موجود، دي مش موجود ولا ده موجود، اصدق مين؟ انا اصدق يسوع ليكن الكل كاذبا ويسوع صادق. أين قال يسوع أن الله الظاهر في الجسد؟ أين قال يسوع؟ إذا حضرتك أنت بتحاول تجد عذر من موضوع التجسد، مفيش تجسد، فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ هذا إيمان الكنيسة؟ أهلا وسهلا بيك، لكن أين هذا الكلام من كلام المسيح؟ مش موجود. فأنت لما تيجي تقول لي إحنا بنتكلم على بداءه الجسدي،
الكلام ده ده ايمانك الشخصي مش موجود مش موجود في الانجيل. وطبعا ايمان اتفضل ده انت حضرتك كده بتنحي التجسس وتنحي الميلاد وتنحي كل حاجه اللي انت بتقولها. لا جميل جدا جدا يا استاذ راضي. هل يا استاذ راضي كل الكلام ده ثواني بس انت بتنحيه كده خالص. انا اقول لك يا استاذ راضي هل ترضى بالكتاب المقدس يكون حكم بيني وبينك نعم او لا؟ طبعا. هل ترضى ان يسوع نفسه يكون حكم بيني وبينك نعم او لا؟ طبعا. ممتاز. اذا ما تقوليش الكنيسه بتقول ايه وايمان الكنيسه بتقول ايه. لا 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 ثواني ثواني ما انا بقولك مسلمات الكنيسه الطقس والعقيده دي ده جزء احنا ما اتكلمناش فيه خالص. لا بنتكلم في جزء جوهري. لا انت حضرتك جوهري. انت بقول لحضرتك انت كده بتلغي المجال التجسد. ثواني حضرتك بس ثواني ثواني. انت الان انت يا استاذ راضي بتتكلم على التجسد على ان ليه مرجعيه في الكتاب المقدس والناسوت. تمام. جميل جدا. اتفضل فين؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده من كلام المسيح؟ فين؟ عندك 27 سفر. اين قال يسوع عن الله الظاهر في الجسد؟ مش موجود. بص اتفضل. انا جالس اتكلم مع حضرتك كويس؟ وطلعنا كل الشواهد بس انا ما بعتمدش على شاهد آية واحدة كويس؟ انا ما بعتمدش على شاهد آية واحدة انا بعتمد على شواهد كتير كلها بتربط بعضيها بعض كويس؟ استاذ راضي انت يعني ما ينفعش سلسله اجيب حلقه من فوق وحلقه من تحت حلقه من فوق. انا موافق معك استاذ راضي. اسمعني اتكلم واحد الان في هذا المجال بقاله حوالي 30 سنه او اكتر مش واحد. امين واياكم. انت راجل مؤدب وراجل محترم والمشهد شبه هذا. لكن يا استاذ الكريم انت انا بقول لك هات لي ريفرنس واحد هات لي مرجعيه واحده. انا راجل دارس الكتاب ما فيش الكلام ده. هات لي باي لغه. انا عندي اكتر من 60 نسخه للكتاب المقدس بلغات مختلفه صدقني. جيب لي نص بيقول كده. مفيش حاجه اسمها ناسوت ولاهوت. انت حضرتك عندك 25,000 مخطوطه للكتاب المقدس. 25,000 منهم 5 منهم 5000 38 يوناني والباقي بلغات مختلفه. عندك 4 مخطوطات قبطيه غير جميع المخطوطات بجميع اللغات. ما في مخطوطه فيها كلمه ناسوت. الكلام ده مصطلح مش موجود في مش انجيلي ولا على كلام المسيح مش موجود في الكتاب المقدس. فانت ما تقوليش هجيب لك مش موجود ولا موجود في اي مخطوطه ولا موجود في اي ترجمه باي لغه على وجه الارض. ما فيش كلمه ناسوت ملهاش مرجعيه في الكتاب المقدس. مش موجود ناسوت. فانت ما تقول لي التجسد فين التجسد؟ فين؟ الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح فين؟ ما في نص يقول المسيح انا نسيت الاول. ما في نص يقول المسيح انا الله ظهر. واكبر دليل على ذلك وصحه كلامي اختلاف الكنائس في بيعه المسيح. لماذا؟ لان يسوع لم يقول نسيت الاول. ادي اول شيء. الكنيسه اول عملت مجمع 325 ميلاديه. لماذا؟ بسبب الاختلاف على طبيعه المسيح. هل المسيح مساوي للاب او اقل من الاب؟ حضرتك تعرف طبعا موضوع اريوس. اريوس كان يقول ان يسوع اله مخلوق. اريوس كان يقول ان يسوع اقل من الاب والدليل بتاعهم الكتاب المقدس. اديك مثال على ذلك. اله مخلوق فين؟ ارجع حضرتك كلوسي 1:15 بكر كل خليقه. الانبا بشوي استاذ علم الكريستولوجي ليه تسجيل على اليوتيوب قال الكلام ده. لابد من تغيير ترجمه فان دايك لان ترجمه فان دايك بتقول بكر كل خليقه ومعنى هذا الكلام ان يسوع مخلوق. اثنين رؤيا يوحنا 3:14 بتقول بداية خليقة الله the beginning of God creation. طيب اثنين بيقول ان يسوع اقل مرتبة من الاب وده موجود في الكتاب المقدس. ابي اعظم مني ابي اعظم من الكل. الراجل ما جاب شيء الا من الكتاب المقدس. ولذلك عملت الكنيسة مجمع نقية 325. هذا المجمع سووا الابن بالاب ما كان فيه روح قدس اطلاقا. راجع التاريخ حضرتك متى تم اضافه الروح القدس؟ سنه 381 ميلاديه في مجمع القسطنطينيه للرد على بدعه مقدونيوس الذي كان يؤمن ان الروح القدس مخلوق. من هنا بقى تثليث 381 ميلاديه. ثم بعد ذلك اعتقد 451 لو فاكر صح مجمع خلدقونية الذي نادى بعقيدة الطبيعتين
ما كان موجود الكلام ده ورفضته الكنيسة المصرية، ثم مجمع المشيئتين ورفضته الكنيسة المصرية، وهكذا إلى القرن السابع يمكن للقرن الحداشر. هناك مجامع بتضع الإيمان المسيحي، سواء هذه المجامع كاثوليكية أو غير كاثوليكية. فأنت حضرتك أساسا الإيمان من المجامع، فحضرتك بتقول لي هنا لا مش موجود. موجود فين؟ موجود فين حضرتك؟ لو سألتك عن التثليث، في نص بيقول تثليث في الكتاب المقدس؟ فين التثليث؟ فين؟ فين التثليث في الكتاب المقدس؟ عندما جاء أحد علماء اليهود وسأل يسوع، ماذا قال له يسوع؟ هل قال له أول الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا ثلاثة في واحد آمين باسم الأب والابن والروح القدس؟ لا، ما قال الكلام ده. لماذا لم يقول باسم الأب والابن والروح القدس؟ ليه ما قالش كده؟ إذا كان دي أساس العقيدة وأساس الإيمان، لأن يسوع ما سمع التثليث أبدا. التثليث كما نعلمه الآن في القرن، في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع 381 ميلادي. لو ترجع إلى إنجيل مرقس 4:12-28، فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاوران، فلما رأى أنه أجابهم حسن سأله يسوع أي وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل باسم الأب والابن والروح القدس. لا، ما قالش كده. اسمع يا إسرائيل أنا الإله الظاهر في الجسد، ما قالش كده. اسمع يا إسرائيل إننا الله، ما قال كده. قال إيه؟ قال اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، في مع إسرائيل أدوناي إلهين وأدوناي أحد. هذا ما قاله حرفيا، موجود في التثنية أعتقد 6:4 أو 4:6، أنا بقول من الذاكرة. وبعدين ايه يسوع يقول وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه الوصية الاولى. ثانيها مثلها تحب قريبك كنفسك، وليس وصية اخرى اعظم من هاتين. هذا ما قاله. رد عليه الكاتب بعد ما سأل السؤال قال له جيدا يا معلم بالحق قلت، لان الله واحد وليس اخر سواه. ارجع حضرتك عندك 10 تراجم عربية، تراجم العربية الاخرى بس الترجمة المسيحية والمشتركة، تقول لان الله الاحد واحد احد وليس اخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدره، ومحبه القريب كالنفس هي افضل من جميع المحرقات. لا كده يسوع انجيل يوحنا 17:3، وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت لا الحق وحدك. اهم وصيه ان هي الاله حق وحده، معوش اله اخر. الراجل سأل يسوع ويسوع جاب، والراجل علق على كلام يسوع، العالم الكبير اليهودي يسوع علق على إجابته. ماذا قال؟ فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل، ماذا قال الراجل بعقل اللي جابه بعقل؟ لأن الله واحد وليس آخر سواه، لا بعيدا عن ملكوت الله. يعني الإيمان بوحدانية الله هذا كافي للملكوت، ليس بعيدا. ولا قال له صلب، ولا قال له بداء، ولا قال له تجسد، ولا قال له ابن الله. كل الكلام ده مش موجود في النص، ليس بعيدا عن ملكوت الله. فانت حضرتك مع احترام سعادتك هتفضل. اتفضل. بص يا جماعه، لو انت حضرتك انت ممتاز، بس انا كنت بس مشغول شويه بس اضحكك عليا يعني. لينا تكمله تاني ان شاء الله، بس اكون ظبطت الدنيا بس حاجه ومحتاج. تمام، متشكرين يا استاذ راضي على على ادبك. اهلا وسهلا بك، مع السلامه. السلام عليكم. الرجل يعني اعذروه، مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الله أكبر، كبير كل قدر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا.
لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.